كانت البشرية إلى ما قبل نصف قرن تقريباً تعاني من الموت بسبب الأمراض المعدية كالحصبة والجدري والسلي وغيرها من الأمراض التي تعمل على تصفية أسر بأكملها، إلا أن الداء العضال الذي انتشر في كافة أنحاء الجزائر هو حوادث المرور التي لم تستثني كبيراً ولم ترحم صغيراً، ليلتحق بطبور الموتى بسبب الحديدة أكثر من 4 ملايين قتيل في السنة الواحدة. رغم كل الوفيات المسجلة يومياً والإجراءات الردعية المتخذة في حق السائقين المخالفين، إلا أن العائلات الجزائرية أصبح قلبها بارد بأتم معنى الكلمة، فلم يعد يخيفها صوت سيارات الإسعاف ولا أشلاء الموتى المبعثرة في كل مكان ولا رائحة الدم المنبعثة من الجثث. ولأنه لا وجود لشيء أقدس من حق الحياة، النهار تي في تقربت من مديرية الأمن العمومي بباب الزوار للوقوف عن كثب على المجهودات المبذولة لتطبيق قانون المرور للحد من المخالفات المهددة للسلامة المرورية ولحياة المواطنين. منتصف النهار، كل العناصر مجندة، فبعد الاجتماع التنسيقي مع قائد جمهرة الوقاية عبر الطرق والمرور عميد الشرطة ناصر بن عليوة، لا مجال للخطأ والصرامة في التعامل والحيطة مطلوبان. الهدف معاينة كل المخالفات المتعلقة بقوانين المرور لحماية حياة المواطن. قبل الخروج تاعها نجمعها، نتفقد القوة من حيث يعني مراجعه الهندام لا روفيت على لا توني فيستيمونتير كوربورال بيان سور، باش نستعرض عليهم كذلك المستجدات من الناحيه الامنيه ان كانت، ونعطوهم توصيات بخصوص العمل على كل حال يومي، لكن فيه توجور تحفيزات ولا يوميه، وكذلك كان بعض العراقيل ولا بعض السلبيات سجلناها من خلال المراقبة تاع الإطارات تاعنا، ماذا بينا نعرضوها عليهم هنا يوميا باش يتفادوها في الحصص يعني التي تليها. هذا بصفة عامة، وهذه العمليات تندار يوميا قبل خروج المجموعة إلى وسط المدينة يعني للفطارات العملية. أول محطة لنا كانت على مستوى مفترق الطرق بساحة جيدة الذي لا يبعد بكثير عن البريد المركزي. أهمية هذا المفترق تتمثل في محور الدوران الذي يستقطب عددا هائلا من المركبات يوميا لتوفره على 4 تقاطعات، ومن أهم المخالفات المرتكبة على مستواه عدم احترام إشارات الضوئية. الدور تاع الفرقة هذه أولا يكمن بالدرجة الأولى أو بطبيعة التمركز تاعها المحوري بين مختلف النقاط أو مفترقات الطرق، وهذا من خلال تسهيل أو كما ونشدتوا المركبات أو الدراجات اللي تحتوي عليها الفرقة هذه نظرا لتسهيل عملية التنقل أو تسريع عملية التدخل في حالة حدوث حادث مرور لا قدر الله أو طالب تدخل سريع. مباشرة وفور الإبلاغ تتقدم هذه الدوريات بطبيعة الحال باستعمال دراجات نارية، إضافة إلى التدخل في تنظيم وتفعيل حركة المرور خلال ساعات الذروة. هذا هو الدور الرئيسي لكلا الفرقتين.
في إطار الخرجة التي قمنا بها، تبين أن أغلب المخالفين هم من فئة الشباب، على غرار الطلبة الجامعيين الذين تم توقيفهم من طرف الشرطي المكلف بتسيير حركة المرور، وذلك لعدم احترامهم الإشارات الضوئية. فبمجرد توقيفهم من أجل سحب رخصة السياقة منهم، راح البعض منهم يتحجج بعدم تفطنه لوجود الإشارات، طالبين من رجل الأمن العفو عنهم واسترداد الرخصة. لكن صرامة الشرطي وتطبيقه السليم والفعلي للقانون حال دون ذلك. عدم احترام إشارة المرور. أنت ما شفتهاش الإشارة؟ ما شفتهاش والله، ما شفتهاش. سيركيلاسيون الغاشي. دوك نحالك البيرمي كيفاش حداه؟ اوبليجي نخلص البروسي باش يركو نريكيبيره. شتهم دازو دستنا. واش من مخالفه ارتكبتها؟ حركت نورمال لين كونتين. عدم احترام اشاره الاتجاه المفروض. هذا ما كان. وعلاش حركت بصح؟ باسكو دازو هما دست معاهم. هما تحترمش قانون المرور، هما ما احترموش، انت ما تحترموش. لا باسكو شتهم بليزير فواتير دازو بها دستنا ثاني. هذا ما كان. داروا لك سحب رخصة، سحبوا لك الرخصة. وحسب قائد وحدة المرور محافظ الشرطة فيلالي محمد، فإن كل عناصر الأمن الفاعلين في الميدان تلقوا تكوينا كاملا بمختلف الأحكام، باعتبار أن مصالح الشرطة هي القوة المخولة لتطبيق القانون تطبيقا سليما. أثناء العمل تاعهم اليومي وهما في اتصال دائم ومباشر مع السواق، يلاحظوا بعض المخالفات المرتكبة من طرف السواق، وهذه العملية في القانون تسمى بعملية المعاينة، يعني يعينوا المخالفة وهم أعوان مؤهلين بمقتضى القانون بمعاينة مخالفات قانون المرور، يعينوا المخالفة يرفعوها. كيفاش يتم الرفع؟ رفع المخالفة يكون عن طريق تحرير غرامة جزافية، يعني كي نكتبوا البروسي هذاك رانا رفعنا المخالفة اللي عيناها، يرفعوها بمقتضى أحكام القانون. تكلمنا وقلنا المادة الأولى في قانون العقوبات تقول لا عقوبة لا جريمة لا تدبير أمن إلا بنص، يعني قانون المرور يحدد ما هي الأفعال المجرمة قانونا وشنو هي المخالفات وشنو هي العقوبات. اللي يشوفوا المخالفة يحروها يديروا الثمن ويحتفظوا برخصة السياق. ولأن الشعور باللا عقوبة تبلور لدى المخالفين، فقد أصبحت لا تردعهم العقوبات لسبب بسيط وهو غياب الحس المدني.